صحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. الموعد يتجدد مع كأس إفريقيا للناشئين والمقامة في الجزائر. المغرب الذي واصل مشوار التألق في هذه البطولة بعد أن حقق الهدف الأول والمشاركة في كأس العالم للناشئين. هنا محطة جديدة، محطة مهمة للعبور للمباراة النهائية اليوم دور النصف النهائي في مواجهة منتخب مالي، واحد من المنتخبات القوية في هذه البطولة إلى جانب السنغال. السنغال رسميا في المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو قبل حين بركلة ترجيح بعد ما انتهت المباراة في وقتها الأصلي 1-1. الآن المغرب مالي هنا في ملعب محمد حملاوي في قسنطينة. المنتخب المغربي منذ بداية البطولة يلعب في مدينة قسنطينة مباراة واحدة خاض خارج قسنطينة تحديدا بمدينة عكل، رائع جدا. وكذلك في مباراتين خاصة أمام المنتخب الجزائري تمشي كورة لاعب سانوغو على الطرف الأيسر، اخرج في نهاية المطاف، يرسلها في اتجاه وزان وكرة منتخب الخيول. هذه العرضية بيرو يتمسح بالتنظيم إلى ركلة ترجع، لكن إن شاء الله المنتخب المغربي. الحرة الجانبية محمد الحموني من يتابع بالراس، معال برافو معال في الأيسر، محاولة المرور في نهاية المطاف تخرج الماضي وبالتالي ضربة حرة للماليين. هذه العرضية بعيدة كبير من البداية، منهم من ينجح ومنهم لا ينجح. الكرة جا وزان وآدم الناير أخرى على جهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، يتدخل كون يمشي لي تيرو في العمق، كوتون طلع يا كوتون، هنا تمشي لفؤاد الزواني. الكرة طال لفائدة المنتخب المغربي، الحموني يرفع كرة وبرا، هنا التدخل من حارس المرمى، تدخل كان واضح من حارس المرمى. الحموني يرفع كرة والرد، حموني يرفع كرة وبالراس، والراسية بعد ذلك من رجل. مباراة ازداد عامل الانسجام والتفاهم. هذه كرة أمامية، حذري من التسديد. الحكم يعطي إشارة التنفيذ، تيا يسدد طه المرمى. هذه الإعادة مجددا، التسديد الماضية، هذه صعبة. فعلا واضح لحظات صعبة على دفاعات المنتخب المغربي في هذه. قاوسو في منتصف الميدان أمامية داخل منطقة الجزاء بالراس، الكرة ترفع هذه الكرة بالراس مرة، تدخل من محمد أمين كتيبة، رجعت مالية داخل منطقة، رجعت الكرة من جديد، هذا هو كوني، اخرج يا بن غوزي من بختي ومن عبد الحميد أيت بودلال لمن المتابعة. يلا هنا حموني، أكاديمية محمد السادس، أكاديمية الأخرى مركز محمد السادس اللي يحتضن المعسكرات والتربصات والتكوين كذلك. رأسها شفنا مع كرواتيا شيء جيد. هنا الكرة الأمامية الرأسية والمتابعة دقائق، نعم يتم احتسابها في هذه الليلات. كانت هناك توقفات بكل تأكيد، هذه البنية البنيوية الجسمانية نعم لدى اللاعبين المارين. انطلاق المراوغة فيها الخطأ سعد دولي على التنفيذ، ديارة وخرجت بعد ذلك نفس سيناريو الشوط الأول. ضربات الحرة يكون فيها خطير المنتخب المالي مرة أخرى. محمد رضوان كأس العالم في 17 سنة، تيرو على الطرف الأيمن يتقدم بهذا الشكل، هذه أمامية في لمسة يد كانت وصلت إلى ديارة سيرفع هنا نرد بنا يا شباب. الرأسية بعد اليوم يخسر بعض الكرات لازم يسترجع ما يسددش. بن غوزيل برافو في هذا التصور. ان شاء الله جاية مرفوع الكرة، هنا المتابعة الراسية والمتابعة بالقدم هنا العارضة تحرمنا من هدف. ان شاء الله جاية يا اشبال الاطلس. جهة اليسرى لعناصر المنتخب المالي الراسية، الدفاع يتدخل وطبعا تفوق المدربين وتألق المدربين كذلك يأتي من تكوين والتكوين المستمر ودائما المواكبة، الابديت دائما حاضر عند المدربين. والرأسية سار بعد ذلك طه بن غوزيل، وحتى وتدخلاتهم هنا مستمرة تلعب الضربة الحرة.
أمامي الكرة، لكن فقط تخرج نقلة في منتصف الميدان، البحث عن الحلول في الجهة اليسرى، رقم يا حمزة، حمزة لازالت صعبة، لازالت صعبة، لازالت صعبة، لازالت صعبة. برافو، تقدير ممتاز طه، مدرسة أكاديمية محمد السادس، الأكاديمية تعطينا طه 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 طه. يا بن غوزي في خط جانبي ليس هناك شيء، يلعب التماس وبعد من طرف اللعب حموني، مرفوعة خطيرة هذه، لحسن الحظ أنه لم يتحكم في هذه المقصية اللاعب باري، رجعت إلى طه بن غوزي هنا في اتجاه لاعب الحموني، الحموني عندك الكره، الحموني ينطلق، الحموني واحد على واحد، الحموني لازال يحتفي به، الحموني مر، الحموني يمشي، الحموني ماذا تنتظر؟ الحموني كان عندك المجال الذي قلت بانه واحد من افضل اللاعبين في هذه البطوله، تمشي كره على الطرف الايمن، محاوله المرور والزواني راقب، تغطيه ممتازه، ليس للخلف لمن هذه الكره، بالراس، بالراس ورايا مرفوعه مجددا، بالراس والضربه الحشره، تيا يتقدم، تيا يتقدم، تيا يتقدم، يتلقى على الاشاره في هذه الاثناء، رضوان يتقدم، رضوان هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه، يتلقى الاشاره عبد الحميد، عبد الحميد كوني يتقدم، كوني يتقدم، كوني يتقدم، بختي يتقدم، بختي يتقدم، بختي ضيع الركلة الرابعة، الركلة الرابعة، يسقط بالتالي تنفيذ الركلة في هذه الأثناء، حموني يتقدم، حموني غزيل، حكيم يعطي إشارة، تلعب هذه الركلة، بودلال يتلقى الإشارة، هيت بودلال، هيت بودلال يسجل، هيت يتلقى الإشارة، دومبيا يتقدم، دومبيا يتقدم، دومبيا يمين كتيبة يتقدم، كتيبة يتقدم، كتيبة يسجل، جيبا يا طه يتقدم، سانوغو طه، سانوغو وشارة يتقدم، المتوكل، متوكل، متوكل يسجل، إشارة تأتي، الإشارة تأتي، الإشارة تأتي، بالغوزي وبرافو تأتي، فؤاد، 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 فرحنا، سعيد أهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال، مليون مليون مبروك لأشبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة هنا.